رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. مرحبا بكم في الحلقة 17 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا نتكلم في حلقة الأسبوع الماضي عن الرسول الزوج، ذلك أننا بعد أن تكلمنا عن مقدمات الزواج في هذه الدورة، ما يتعلق بحكم الزواج وبالتأهيل النفسي للمتزوجين وبدوافع الزواج وباختيار الزوجة والزوج، ثم بالخطبة والعقد، ثم الفترة بين العقد والعرس، ثم ليلة العرس، بدأنا في الحلقة الماضية دخولاً إلى الحياة الزوجية العملية، وذهبنا لنبحث عن الزوج ماذا ينبغي له أن يلتزم تجاه زوجته، ما الذي ينبغي عليه أن يحمل لزوجته داخل بيته. فوجدت أفضل الأزواج سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى أمرنا باتباعه وأمرنا بالاقتداء به وأمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لذلك دخلنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأذنين لنبحث عنه زوجا. وإني وجدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج 10 خصال، تكلمنا عن 4 منها في الحلقة الماضية، ونتابع اليوم الحديث عن الخصال 6 الباقية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يحب زوجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً يعين زوجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً يلاطف زوجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً يفي مع زوجته وفياً لزوجته. هذا حديثنا في الحلقة الماضية. الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً يحترم زوجته. الإنسان أيها الإخوة له حاجة نفسية، على ما يقوله علماء النفس وعلى ما نشاهده في الواقع، أن يكون مقدراً ومحترماً. وأنت لن تستطيع أن توجد في جماعة أو في مجموعة إذا كانت هذه المجموعة لا تحترمك، إذا كانت هذه الجماعة لا تقدرك، إذا كانت هذه الجماعة لا تظهر لك مكانتك اللائقة بك، ستنسحب وتنسل من ضمن هذه الجماعة لتبحث عن جماعة تحترمك وتقدرك وتوجد لك المكان اللائق بك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم زوجته ليشعرها بقدرها وبقيمتها، وبأنها مرغوبة فيها داخل بيته وداخل أسرته وداخل عش الزوجية. يحترم زوجاته صلى الله عليه وسلم، يشاورهن حيناً. أتعتقدون يا أيها الإخوة أن عقلاً بشرياً يكون أكبر من عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكون أكمل من رأي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المشورة هي أن تزيد عقلاً إلى عقلك. لو كان عقلي يمثل 90% وعقل غيري يمثل 1%، ما عليه أن أستشيره، سأضم 1 للـ90 لتساوي 91. لو كان عقل الآخر
99% وعقلي أنا 1%، ما عليه أن يستشيرني لأضم عقلي إلى عقله فيصير عقله 100%. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس رأياً، أمره الله تعالى في قرآنه الكريم فقال: وشاورهم في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته ويشاورها في أموره، إن الخاصة وإن العامة. والقضية التي حل بها واقع المسلمين الشديد الذي حدث في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يذكرها المؤرخون في صلح الحديبية، كان حلها على يد السيدة أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشورة استشارها النبي صلى الله عليه وسلم لها. وإليكم الخبر، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة عرضت له قريش ومنعته من دخول مكة، وكادت أن تعلن حرب، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يكون هناك صلح في منطقة تسمى الحديبية، يسمى عند المفسرين أو عند كتاب السيرة صلح الحديبية. كانت شروط الصلح قاسية. الشرط الأول: إنه ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يرجعوا في هذا العام إلى المدينة ويعتمروا في العام القادم. الشرط الثاني: أنه من أسلم من الكفار وجاء إلى محمد ينبغي على محمد أن يرده إلى المشركين. الشرط الثالث: أنه من كفر من أصحاب محمد وهرب إلى مكة إلى المشركين، ليس على المشركين أن يردوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع: هدنة مدتها 10 سنوات لا قتال فيها بين محمد وبين قريش. وكان في الصلح أن طلب صاحب الصلح صاحب الوفد من قريش سهيل بن عمرو، طلب أن يكتب باسمك اللهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: لا نعلم الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمحى الرحمن الرحيم ويكتب الكاتب باسمك اللهم. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بكتابة أن يقول: هذا ما عاهد عليه أو صالح عليه محمد رسول الله قريشا. قال سهيل بن عمرو: امحوا رسول الله، لو كنت رسول الله نعلمك لما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب محمد ابن عبد الله. غضب الصحابة وثاروا وقالوا: كيف نمحو رسول الله؟ والله لنحمينه بدمائنا وأموالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: امحوها. كان الكاتب سيدنا علي رضي الله عنه لم يرضى أن يمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امحوها يا علي. قال: يا رسول الله، بأبي أنت، نحميك بدمائنا. قال: أين هي؟ فأشار عليها فمحاها هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد انتهاء الصلح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح، المسلمون حزنوا. جاء سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ نعم. أليس قتلاهم في النار؟ بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ دعنا نقاتلهم، دعنا نحاربهم، دعنا نقذف برؤوسهم إلى الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله وإن الله لن يخذلني. وبالفعل بعد حين كان صلح الحديبية فتحا مبينا، وأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على إثر صلح الحديبية. الصحابة عموما حزنوا من هذا الصلح. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح قال للصحابة الكرام: علينا أن نفك إحرامنا. هم جاءوا محرمين، ارتدوا لباس الإحرام وذاهبون باتجاه مكة المكرمة لزيارة البيت الحرام في عمرة. قال: علينا أن نحل إحرامنا وأن نذبح هدينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفكوا إحرامهم، أن يخلعوا ثياب الإحرام ويرتدوا الثياب العادية، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يذبحوا الهدي الذي ساقوه معهم.
قال فلم يفعل أحد منهم شيئا من حزنهم ومن ألمهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وكانت فيها السيدة أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأته مغضبا. تقول أم سلمة: ما لك يا رسول الله؟ قال: هلك المسلمون، أمرتهم فلم يستجيبوا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إذا أمر أمته بأمر ولم تستجب الأمة قاطبة لأمره هلكت هذه الأمة، أهلكها الله تعالى. اقتربت أم سلمة وقالت: ما الأمر؟ فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى. هنا قالت السيدة أم سلمة: يا رسول الله، هون عليك، فإنما القوم جاءوا معتمرين زائرين للمسجد الحرام وقد أصابهم ما أصابهم من هذا الحزن، أرى أن تخرج إليهم ولا تحدث ولا تكلم منهم أحدا، ثم اذهب وادعو انحر هديك، وادعو بالحلاق فليحلق رأسك، وحل إحرامك، فإنك إن فعلت ذلك وهم يحبونك قلدوك وفعلوا مثل ما فعلت. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته ورأى رأيها رأيا راجحا، خرج من خبائه ونحر هديه ودعا بالحلاق ليحلق رأسه وليحل إحرامه. فلما رأى الصحابة الكرام ذلك منه صلى الله عليه وسلم أسرعوا فحلوا إحرامهم ونحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وتخاطفوا فيما بينهم شعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتباركوا بذلك الأثر الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولاً وكان زوجاً يحترم زوجته ويشاورها. وليس صحيحاً أيها الإخوة ما يشيع بين الناس: شاوروهن وخالفوهن، في إشارة إلى أن عقل المرأة ليس صواباً. وربما قال لك رجل: اسأل زوجتك عن الأمر، فمهما قالت من رأي افعل العكس يكون الصواب في العكس، ليس صحيحاً. أما القول الأول فهو موضوع يقوله بعض الناس على أنه حديث، ليس بحديث وليس بقول له قيمة في الإسلام. المرأة ربما جاءت برأي ينفع الأمم، والرجل ربما جاء برأي ينفع الأمم، والفرق بيننا عند الله تعالى بتقوى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحترم زوجته. نتابع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج بعد الفاصل، نلقاكم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 17 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، نتحدث بها عن الرسول الزوج، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته، وزوجا يعين زوجته، وزوجا يلاطف زوجته، وزوجا وفيا مع زوجته، وزوجا يحترم زوجته. إلى هنا وصلنا قبل الفاصل. الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لزوجته. إن النساء يعجبهن من الرجال ما يعجب الرجال من نسائهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره كان أول ما يبدأ بالسواك ليعتني برائحة فمه. والسيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كان كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافح فيظل يومه ذلك كله يجد ريحها. يعني إذا أنت صافحت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم تشم رائحة العبير تخرج من يديك لجمال طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وما كان يرد طيباً قط حتى يحافظ على رائحته الجيدة. وكان سيدنا ابن عباس يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب هي أن أتزين لها. وكان بعض الصحابة يقول: إن كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ألين من الحرير،
يقول سيدنا أنس: ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه كان يقول: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق كالشمس والقمر. سئل بعض الصحابة، سأله ابنه يقول: يا أبتي، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق مثل السيف كما يلمع السيف؟ قال: لا يا ولدي، كان مثل الشمس والقمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظره كالشمس والقمر، في رائحته طيب الرائحة، في ملمسه لين الملمس، كل هذا تزين وتطيب وتجمل للزوجة، وهذا واحد مما ينبغي على الزوج أن يعتني به. الأمر السابع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يعلم زوجته، وأنت أيها الزوج مسؤول أن تعلم زوجتك. إذا كنت تعلم علمها، إن كنت لا تعلم خذ بيدها إلى مجالس العلم حتى تعلمها أمر دينها. والحق أقول لكم يا أيها الأزواج، أنتم مسؤولون أمام الله عن تعليم زوجاتكم الشريعة، فإما أن تكون أنت عالماً، وإما خذ بيدها يا أخي وامضي بها إلى مجالس العلم، وإما دعها أن تذهب إلى مجالس العلم. أما لا أنت تعلمها ولا تتركها تذهب إلى مجالس العلم، أين ستتعلم دينها؟ ربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى داره فشاهد كسرة خبز على الأرض، فانخفض صلوات الله وسلامه عليه ورفعها، قبلها وضعها على عينه ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإنها إذا فرت من قوم قلما تعود. إنه تعليم. ربما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من داره إلى صلاة الفجر، وقبل أن يخرج أيقظ زوجته وخرج إلى الصلاة، فلما يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدها نائمة، يحركها مرة ثانية، يقول: يا عائشة، ما زلت نائمة؟ قومي اشهدي رزق ربك، الآن توزع الأرزاق الروحية والمادية في هذا الكون. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يعلم زوجته. أصدقكم القول: إن النساء ولعلهن يخبرنكم بهذا الأمر، إن المرأة تحب أن يعلمها زوجها، لو علمها الناس كلهم، لكنها تحب الزوج الذي يجلس معها في المساء أو في الصباح، في الظهر وفي العصر، ويقول لها: الأمر كيت وكيت، وأنا درست كيت وكيت، وأنا قرأت كيت وكيت، وأرى لو نفعل كيت وكيت. تفرح المرأة بالزوج عندما يعلمها، وهذه واحدة من مسؤوليات الزوج تجاه زوجته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يعلم زوجته. الآن الفقرة الثامنة، وهي فقرة مهمة جداً: كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً يحلم على زوجته. حليم، لن تجد زوجة